يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا مدرس ينصحنا دائما بقراءة كتاب معين، فلما قرأته وجدت فيه هذا الكلام، وهو أن أبا ذر الصحابي الجليل رضي الله عنه يعد اشتراكيا، وأنه قد أخذ هذه النزعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم قراءة هذا الكتاب، وكيف نتعامل مع مثل هذا المدرس؟ هذا الكتاب اشتراكي، ويريد أنه يبرر الاشتراكية ويلصقها بأبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر إنما هو صحابي زاهد في الدنيا، ولا يحب جمع المال أكثر من حاجته، من باب الزهد لا من باب التحريم. ما يرى أن جمع المال زيادة على الحاجة أنه حرام، لكن يرى أن ما زاد على الحاجة أن الأولى للإنسان أنه يتصدق به ويتخلص منه. هذا اللي يراه أبو ذر رضي الله عنه، هم معناه أنه يحرم جمع المال من كسب طيب. الصحابة كانوا زملاء وإخوانه من الصحابة، كانوا أصحاب أموال، كانوا أصحاب أموال ويجمعون المال وأصحاب ثروات وينفقون في سبيل الله. نعم.